السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مباشرة من الدار البيضاء. يعني كما كتشوفوا وقفة احتجاجية، غلاء الأسعار اللي أخرجت المواطنين اليوم للاحتجاج على هذه الوضعية. مجموعة من المواطنين اليوم يعني كما كتشوفوا استنفار أمني، مجموعة من المواطنين يستنكرون هذا الغلاء ديال الأسعار، غلاء المعيشة اليوم أخرجت هاد المواطنين للاحتجاج. ارتفاع اسعار مجموعه من المنتوجات الغذائيه، الزيت، يعني مجموعه من دفاعا عن الحريات النقابيه. اليوم الاتحاد المحلي بالدار البيضاء يخرج، وكذلك بعض النقابات الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. يعني غنقول لكم بعد اللافتات هنايا واحد التعبيرات كفى الشعب وفاق، يعني بعد موقف ضد التلقيح مقابل الاجر ارتفاع الاسعار، صامدون للجواز رافضون. يعني هادو مجموعه من العبارات اللي رسمينا على هاد اللافتات، يعني الشعارات قويه هنا بمدينه الدار البيضاء احتجاجا على غلاء الاسعار. مباشرة من مدينة الدار البيضاء، مسيرة يشارك فيها آلاف ديال المواطنين اليوم خرجوا للشارع. مشاهدي جريدة هبة بريس، ننقل لكم مباشرة من الدار البيضاء، من وسط مدينة الدار البيضاء، احتجاجات عارمة على ارتفاع الأسعار وكذلك التلقيح مقابل الأجر وارتفاع الأسعار. هادو مجموعة من الموظفين اليوم خرجوا، الشعب المغربي خارج اليوم يعبر عن الرأي ديالو. والحكومة مخلوعة، والحكومة مخلوعة، والمخزن مالو مخلوع، والمخزن مالو مخلوع، الحكومة مخلوعة، والحكومة مخلوعة، سيدتي مشات وجات، سيدتي مشات وجات، سيدتي مشات وجات، سيدتي مشات وجات، الحكومة مخلوعة، والحكومة مخلوعة، والدولة مخلوعة، والدولة مخلوعة، والعمال والعاملات، والعمال والعاملات،
الحكومة مخلوعة وشياب ومواطنين يعني ناس مسنين يشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار، يعني ارتفاع الأسعار يلهب جيوب المواطنين اليوم ليخرج المواطنين للاحتجاج. والسيدي في الواجهة والدولة مالها مخلوعة والدولة مالها مخلوعة والسيدي في الواجهة والسيدي في الواجهة كما كتشوفوا مجموعة من المواطنين الموظفين كيشاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم. مباشرة متتبعي جريدة هبة بريس من وسط مدينة الدار البيضاء. هذا عيب وهذا عار. غلاء الأسعار كما كتشوفوا استنفار أمني، جميع الأجهزة الأمنية هنا مشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية. السلام عليكم الحاج، مباشرة على قناة جريدة هبة قريص الرسمية، شنو ممكن تقولنا على هذه الوقفة الاحتجاجية؟ واحد وقفة احتجاجية شنو خرجكم اليوم سيدي؟ خرجنا بأن كاين واحد الضغط الاقتصادي الاجتماعي تهميش على صعيد المسائل الاجتماعية. نعم على المسائل الاجتماعية، وهذا الشيء كيضر بالقدرة الشرائية ديال المواطن البسيط، وخص الحكومة تعاود تراجع من ساعة التزامات اللي خدات بان التخصيص ديالها تراجع نفسها. من بين الأمور اللي خرجتكم اليوم شنا أن غلاء الأسعار، ارتفاع المحروقات، مجموعة من الأمور. غلاء الأسعار، الحريات النقابية، وبزاف الحوايج اللي خرجتنا اليوم. هذا الفرد جواز التلقيح اللي تيقول لك أن تجميد الأجور، واش من حق شي حد يجمد الأجور ديال المواطن؟ ما يجمدها إلا الغياب عنده ضوابط قانونية، وهذا الشيء ما عندهاش ضوابط قانونية باش يحققوا في هذا التلقيح. حنا كنعرفوا الحكومة تراك غير السلطة. وشكرا. شكرا لك أسيدي. كما كتشوفوا هادو اليوم مجموعة من المواطنين يعني يخرجون للشارع احتجاجا على ارتفاع المحروقات وارتفاع الأسعار، يعني ارتفاع مجموعة. السادة شنو خرجكم اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم؟ هو اللي خرجنا هو أن السبع أيام يصبر الغلاء في الماء والضوء والحوادث الأساسية والمحروقات. نعم كتزاد والمواد كتزاد، والطبقة العاملة كتحس بالحقرة، لا سكن لا صحة لا زعما حتى شي حاجة. الموظفين ولا العمال كيعانيو من هذا الغلاء. ولينا عايشين اليوم يعني في هذا في ظل هذا الارتفاع أزمة خانقة للمواطن. بطبيعة الحال دابا حتى النفسية ديال العمال ولا ديال الموظفين كيعيشوا واحد الأزمة نفسية، يعني فيما حطينا راسها ما كاينش، كلشي غالي كلشي غالي، حتى الاجر ما كتزادش، ملفات ما كت المكتسبات ما كناخذوها، المطالب كثيره، الملفات جالسه كتراكم في جميع القطاعات. اذا من هاد المسؤولين يعني اللي على راس الحكومه وعلى هاد الناس، وهاد هاد الحكومه جات قالت لك باش تحل المشاكل اللي كانت في الحكومه السابقه. ساعه شفنا يلاه زاد، ما كاين حتى 100 يوم شفنا الاسعار كتزاد، يعني زعما
الشعب كيعيش، المواطن كيعيش واحد الازمه خانقه، واحد الازمه نفسيه. الحاجه ولات زعما المواطن ولا كي ما لقى ما يدير لا لولادو ولا لاي واحد. تقريبا ديال النقابات يعني المشاكل اليوم يعني في هذا يعني الاكثر تمثيليه. دابا حنايا انا بعدا كنمثل لا سي دي تي، انا كنمثل السي دي تي هي اللي رافضه هذا الغلاء كله في المعيشه وفي المحروقات في المواد الاساسيه. يعني كل مره والشعب راه ما يصبر، ودايزه الجائحه. المشكله هي هذه الجائحه اللي كنعيشها. ولا المواطن يعني المواطن البسيط يعني اللي القرعه ديال الزيت ما قدرش كيشري، كل شيء تزاد، المواد الاساسيه كلها تزادت والاجور ما كتزادش. وشكرا. شكرا. يعني كما شفتوا هذا التصريح ديال واحد المواطن هنايا على حسب هذا الارتفاع ديال المحروقات، ارتفاع الاسعار مباشره من مدينه الدار البيضاء، من وسط مدينه الدار البيضاء، مجموعه ديال النقابات يعني اللي مشاركه في هذا الوقفه الاحتجاجيه اليوم. مرحبا. يلا زيد. مواطن يعني حتى هو مشارك هنايا في هذه الوقفه الاحتجاجيه، شنو اللي خرجكم اسيدي هنا اليوم؟ خرجنا احنا كاملين كنددوا بهذا غلاء المعيشه. كيف يعقل بان هذه الحكومه منين تزعمات المنصب ديال رئاسه الحكومه كل شيء تزاد فيه، تزاد من الدقيق، من الزيت، من 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 جميع المواد الاوليه. كيف يعقل بان كمواطن مغربي خلصه ديالو ما كتجاوز 3000 درهم خصو يساير هاد المعيشه هادي، بالاضافه الى 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 فرض هاد الحكومه الزاميه التلقيح مقابل الاجره الشهريه للموظفين. ما انا كنعاود نقول لهم لا لغلاء المعيشه ولا لفرض الجواز على الموظف. شكرا. شكرا لك. اجي سيدي اجي. مرحبا. تفضل اسيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبه لهذا الغلاء ديال ولا القرعه ديال الزيت، يعني كما قالوا لنا بعض المواطنين القرعه ديال الزيت ولات ماشي في الاستطاعه ديال المواطن، صعيب انه ماشي في المتناول ديال المواطنين. فعلا حنا اش غنقول لك، حنا يعني واحد الانسان، الناس اللي عشنا واحد الفتره، جبنا الحزب الاول ما كاين والو، جبنا الحزب الثاني انتخبنا عليه ما وقع والو، جينا الحزب التالي ولينا بحال كنجربوا في شي منتخب. الحزب اللي جا خصنا نحيدوه، الحزب اللي جا خصنا نحيدوه، دائما حنا كنجربوا في الاحزاب. والحزب هذا الحزب كنا كنتوسموا فيه خير بحكم انه باترونا وهذه يعني غيخفض لنا الاسعار ديال المحروقات اللي هي السبب الرئيسي في الزياده في الاسعار. المحروقات هي السبب الرئيسي، يعني ملي كتزاد المحروقات في الترونسبور كيغلى الاسعار كتغلى. واذا بنا نتفاجأ بان هاد الحكومه فهي يعني خدامه معنا كباترونا. يعني كتعامل الشعب كباترون، يعني هي باترون وكدير اللي بغات. وهذا الشيء علاش حنا كنحتجوا اليوم، وكنحتجوا حتى على التلقيح، بطاقة التلقيح أو إجبارية التلقيح. وبالتالي يعني خاص يتفتح الحوار للنقابات باش تعطي الرأي ديالها في الموضوع، وتعطي ما يمكن اعطائه في هذا المجال. شكرا سيدي. يعني مباشره اخواني ومتابعي جريده هيبه بريس من امام مركز ديال النقابه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل بوسط المدينه. يعني كما كتشوفوا الاف ديال المواطنين ربما اللي تخرجوا في هذه الوقفه الاحتجاجيه لاستنكار غلاء الاسعار. مجموعه من الامور يعني اللي خرجوا عليها هاد المواطنين، منهم ان قرعه ديال الزيت انه ولا الثمن ديالها خيالي، ان لمشيتي عند مول الحانوت يعني ما بقاش المواطن البسيط انه يقدر يشري قرعه الزيت او يمشي يسافر يعني بالطوموبيله ديالو او هذه. يعني مجموعه من الامور خرجت المواطنين اليوم مباشره من امام مركز الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. يعني كما كتشوفوا هاد الناس يعني خرجوا اليوم يعبرون عن الراي ديالهم في هذا الارتفاع المهول للاسعار غلاء المحروقات. هاني بريس حق مع الربعه ان شاء الله. اسمعني روزامور عرفتيها فين كاينه؟ اييه راه كاين ربعه غرفه مع ربعه تما ان شاء الله. ما تصورش المهم. المهم انت قول انت
الى هنا نهايه هذا البث المباشر، سنوافيكم بالمستجدات على قناه هبه بريس. شكرا على تتبعكم والى اللقاء الى مباشر جديد ان شاء الله. يعني غادي يكون الفيديو على القناه الرسميه ديال هبه بريس بعد لحظات. يعني شكرا على تتبعكم والى اللقاء الى مباشر جديد اخواني ومتتبعي جريده هبه بريس.